تقسم الشرك إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر؟ شرك دو قسمي وهنا، شرك مازن وشرك تشوتشك. من مات نسأل العافية والسلامة على الشرك الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار. كيف أن إنسان سر شرك مازن بمرأة أو خالدين يعني أبدي ولرق جهنمي ده تو وقتي ناكب جنتي. ومن مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة لا يخلد في النار. أما إنسان هيك شرك تشوتشك وا دمرة أو إنسانا ناكب جهنمي أبدي أما دكبي عذاب خدوينة جزا خدوينة دركبة. لابد أن نحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. سويج أمجري حد شركاجي شرك مازن شرك تشوتشك جي تحذيرك إنسانا را ببارزين إنسانا.